خلي لي بالك يمي، اليوم راح نحكي عن طريقة تحضير ادباغ الرمان مثل ما تشوفون قدامكم. كل اللي عليك تجيب كشور الرمان ونخلي بجدر بمي دافي، نخليه على الطباخ مثل ما تشوفون قدامكم. راح نشغل النار بهاي الطريقة. مثل ما تعرفون انتو كشور الرمان مفيدة بهاي الأجواء للحمام، خصوصا لسالات والطير اللي يعوش الأمعاء وغيرها وغيرها. راح نضيف الكشور مات الرمان على المي بهاي الطريقة، وراح نبدي شوي شوي نجانس الكشور مات الرمان ويا المي، وبعد ذلك راح نغطي الجدر بهاي الطريقة. بس أهم شيء إنه تتجانس بصورة صحيحة، حتى مثل ما تشوفون إنه بدأ شوي شوي يتغير اللون مات المي. طبعا راح نخليها بحدود 10 دقائق أو 15 دقيقة على النار، ونار طبعا تكون هادئة لا حيل عالية ولا ناصية، حتى شوي شوي يبدي المفعول يطلع مال تكشور الرمان. بعد ذلك بعد ما خلصنا المدة راح نجي نصفيها بهاي الطريقة مثل ما موضحها قدامكم، حتى نحصل على بس المي، بس المي حتى نصفيه بصورة صحيحة. وبعد ذلك راح نبرده، خليه يبرد بصورة صحيحة ونقدمه للحمام. ولا ننسى ان الحمام يكون عطشان بصورة صحيحة، حتى من تخلي له المي بالطور الكل راح يشرب من هذا المي اللي خليته انت بالطور مثل ما موضح قدامكم وبهاي الطريقة. ونستخدم 2 أو 3 مرات بالأسبوع للحفاظ على مناعة الطير.